السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة وينو كونكر. أهلا وسهلا بكم في شرح ايفنت اندر وورلد ديفلز، معكم ايهاب محمد. طبعا الايفنت ده نزل اكتر من مرة واتشرح برضه في القناة عندنا اكتر من مرة، بس هنشرحه تاني عشان خاطر الناس. اول حاجة انت طبعا بتخش له من الديزرت، لازم تكون انت مجهز نفسك يعني في الماجيك وكده، تمام. لو انت نينجا او انت مثلا اي شخصية تانية يا ريت يكون حد يساعدك، تمام. انا الصراحة بفضل الورير في الايفنت ده بالذات لانه فعلا فعلا بياكل جامد. طيب اول حاجة نشرح التريجر كوليكتور او كوليكتور. طبعا هنا بحاجة اسمها جوست بوينت، بتبدل الجوائز اللي انت بتاخدها من الايفنت جوه بالنقاط وتبدلها بعد كده بتشي ال200. نشوف كده كام تحولها، مثلا اهو 200 نقطة من جوست بوينت بتتحول ل200 اتشي بوينت. طبعا هنا الاسعار بتاعت كل حاجه، الستون باك دي الستونات باك طبعا، رير ريفاين جيم اذا كانت مثلا فونكس او اي حاجه او مثلا دراجون او كده. بعد كده ندخل على سوبر سندر جيم بيتبدل ب 1600 نقطه، سوبر جلوري جيم ودراجون بول والكلام ده كله. طيب الحاجات دي كلها بتتجاب ازاي؟ طبعا بتتجاب من الوحوش من جوه، بتفضل تضرب 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 وبيجي لك في الاخر. طيب اندر انتر ذا اندر وورلد، هنخش كده المكان دخلناه اهو. طبعا هفتح بكي بيس، فطبعا هنروح بعد كده للاف 3 على طول، تمام، او الاف 2 مش موضوع. نخش كده على الاف 2، تمام. انا مجهز نفسي يعني باكونت تاني عموما عشان اقدر بس ايه انجز اول وحش مثلا. بنروح نضرب كده فيه، طبعا هو من رابع المستحيلات، يبقى صعب جدا لو انت مش معاك حد يساعدك لانها صعبة صعبة زي ما انتوا واخدين بالكم اهو في النينجا او اي اكونت تاني بيبقى الموضوع صعب. طيب انا هجيب الاكونت المونك التاني، تمام، لغاية ما ده يخلص. ممكن هي اللي تساعدني فعلا يعني موضوع السكيلة دي، بس طبعا لما كنت وورير كان يبقى انجاز كبير جدا معايا، والله كنت بنجز فعلا. بس دلوقتي على حسب، ممكن ماخدش مثلا بتاع 20 وحشة مثلا كده في نص ساعة، ده لو كل وحش اصلا خد على الاقل 2 دقيقة، فده من ربع المستحيلات. زي ما انت شايفين الوحوش بتضرب بصعوبة، فلازم طبعا يكون حد يساعدك زي ما انت شايف اهو. بعد كده بتاخد الستون باك شنطة في، لا ده انت بارد، بتاخد الشنطة بعد كده في الايتم على طول، بتجمع معاك تشي باك اهو. دلوقتي ممكن تتجمع مثلا من الايفنت ده كله بتاع 50,000 مثلا، تمام. هنحط الكلام ده كله جوه، نفضل نضرب في الوحوش لحد ما نجيب. بس هو طبعا ايوه اهو، عفوا موضوع ان انت تفضل تضرب في الوحوش ده اصلا هو حلو ووحش يعني، فاهمين ازاي؟ طيب انا هجيب لك الاكونت التاني عموما عشان يساعدني في ضرب الوحوش. تمام يا مسهل. وطبعا انا عارف انه صعب جدا، لما كنت وورير انا كنت باخد الوحوش دي بطريقة رهيبة فعلا، كنت بنجز بطريقة رهيبة فعلا فعلا يعني اهو. بعد كده بخش كده اهو، ليا انا 30 دقيقة بس في اليوم اقدر اجمع بيه النقاط اللي انا، او اقدر اجمع بيه الاستونات اللي انا عايزها. اول ما انت تفتح الاستونات عموما بيبقى انت وحظك على فكرة يعني، يبقى انت وحظك اذا كانت حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، مش تبقى عارفين بس الموضوع ده يعني. نفتح بكي بيس كده، نفضل نضرب في الوحوش، نديله استجمة وناخد احنا كمان استجمة ونفضل نضرب في الوحوش كده. الموضوع بقى اسرع شوية تقريبا يعني، بس هيبقى صعب في الاف 3، فمش عارف اذا كان الاف 3 هعرف اجيب فيه ولا لا.
زي ما انت شايفين الموضوع اهو صعب صعب يعني، مش حاجة سهلة. بس طبعا ده افضل ايفنت بالنسبة لي، لانه بتجمع منه تشي او تجمع منه ميتور او دراجون بول، او في ناس محظوظة جدا على فكرة بيقع لها باوند كلوري جيم او سندر جيم. تمام زي ما انت شايف اهو كده الموضوع ده خلص، هنروح نوديه للوحش التاني كده على طول. تمام مش لاقيينه، طب احنا نجمع كده النقاط دي. تقريبا شنطة الستون اتاخدت في الاكونت التاني، مش مشكلة. تمام ما فرقتش يا جماعة، بس انا هنتبه بعد كده ان مش عايز غير النينجا ده هو اللي ياخد. طيب هنا الوحش كمان اهو، طبعا هنروح جايبين المونك. هو موضوع متعب لو انت مش وريال على فكرة، والله متعب فعلا، بس مش مشكلة، بس انا عملت الشرح قبل كده بكذا مرة بالوريور، فنجرب المرة دي بالنينجا. السكيل نوقف ده على الضرب كده عشان هي ما ياخدش الستون اللي هتقع من الوحش. زي ما انت شايف بضرب الوحوش بارقام قليله جدا، على الرغم ان انا فول دراجون جيم، مش عارف اصلا ليه كده. و يا مسهل ادي اهو زي ما انت شايف جمعنا تشي كده، نخلي ده مثلا يجمع الميتور. يعني انت ممكن الميتر ده مثلا تجمع بتاع كام سكرول، كتير 10 سكرولات مثلا على الاقل. نطلع بعد كده على الاف 3، ليك 30 دقيقة كل يوم ان شاء الله. اهو هنا بقى الوحش بقى الممل بالنسبة لي، ليه؟ عشان خاطر بتضرب بصعوبة عشان انا ننجب. على فكرة اللي هيسرع اكتر كمان اللي هو السي اس، يعني في ناس مثلا سي اس ده الكريتيكال يعني ممكن ينجز معاها جامد، بس مش عارف اذا كان هيطلع ولا لا بصراحة عشان ما جربتش. طبعا الشخصيات اللي ممكن تاكل جامد برضو مع الوحوش اللي هي الويند ووكر، كمان بتاكل جامد مع الوحوش، بتسكيل الاكس بي بتاعها فظيعة فظيعة فظيعة، يعني مش حاجة سهلة. هنا احنا جمعنا الميتور، يعني احنا لو دسنا هنا مثلا ناخد ستنتين ون زي ما انتوا شايفين، شلل بشلل جاي مثلا نجيب شلل. تمام هنفضل نضرب في الوحوش كده، والافضل كمان ان البرفكشن بيساعدك، يعني انا البرفكشن مساعدني وبيرجع لي سكيلات وبيجيب لي سكيلات مثلا سكيلات الاكس بي او كده بينجز معايا. طيب نفضل نضرب في الوحوش لغاية 30 دقيقة دي ان شاء الله. فانا طبعا عشان ما اطولش عليكم هفضل اقطع في الفيديو مثلا على اي حاجه عشان الموضوع ميبقاش ممل، ومش عارف اذا كان ممكن اسيبه مثلا 30 دقيقه ولا اي حاجه، بس طبعا الموضوع هيبقى ممل لما انت تقعد تشوف تضرب في الوحوش وخلاص. طيب بعد الوحش ده هقفل مثلا الفيديو او هقطع منه مثلا او اي حاجه زي كده عشان ايه ننجز. طيب نفضل نضرب زي ما انت شايف، نطلع كده مثلا الشادو. لازم املى ماشي. طبعا الموضوع ممل لو انت مش وورير. وورير يا جماعة بيضرب مثلا بأرقام كبيرة جدا زي ما انت شايفين اهو، برضو هي اخد الجلوري ستون بلس 3. ليش منبهتش نفسي؟ مش مشكلة كده كده اصلا انا ولا 12، فمش محتاج الباوند ده، بس محتاجه يعني للوينج مثلا كده. احنا جمعنا الميتر ونجمع تاني اهو، ده اتملى ده ولا ايه؟ لا مش تبعنا ده ولا ايه؟
زي ما انت شايفين اهو، بنجمع الميتر من اهو. طيب انا بجمع الميتر ليه؟ لانه هينفعني الصراحة. هينفعني فعلا يعني، هينفعني فعلا يعني. تمام، نجيب بعد كده الشادو. والله هو كمان نتكلم في موضوع ال 3D. طيب موضوع ال 3D اللي هينزل او 2.5 دي على حسب يعني الشركة ما تنزل الابديت ده يعني هينزلوا ايه، هو هيغير تماما في كل حاجة في اللعبة يعني، مثلا ما بين المباني، ما بين الشخصيات والسكيلات والسكيل سول، كل حاجة في اللعبة هتتغير. نادرا، لا حتى مش نادرا، ده اصلا مش هيكون في اي حاجة بالنظام القديم، كله هيبقى بالسيستم الجديد. طيب زي مثلا نينجا هيبقى اكثر واقعية، هيبقى بنظام 3D، وطبعا نظام النط طبعا هيبقى موجود زي ما هو، مش هيبقى زي سيلك رود عشان في ناس بتقول ده ممكن، طب هيخليها مثلا زي سيلك رود ماشي والكلام ده كله. لا، ده سيستم لعبة معمول من اول ما ابتدت اللعبة من 2003 او 2004، اتعملت بنظام الجمب. كانت نظام النط القديمة كمان كانت احلى، والله كانت بالنسبة لي احلى فعلا يعني، بتنط كده ولا تلاقي ان الشخصية دي تحس ان عندها تسلخات. اه والله من نطة، يفضل ناطط كده وفاتح رجليه. تمام، بنفضل نضرب كده كده. احنا جمعنا مثلا نحط الميتر، انت مثلا هنا ممكن تجمع شوية ميتر حلوين بجد والله يعني، الميتر هنا بالهبل. الستون يعني هينفعك كده كده برضه يعني، مش هينفعك. تمام، نركن بقى المونك عشان ما ياخدش شنطة الستون، عشان الصراحة محتاجة الوينج عندي. ف تمام، ادي اهو التشي بوينت كده اهو، زي ما انتم شايفين بنلم اهو. طبعا انت ممكن تجمع الجيمات دي او تعمل مثلا جيم كده، مثلا نقول عليها ريفاين جيم، بعد كده تخليها سوبر والكلام ده كله. تمام، نفضل نضرب بعد كده في الوحش اللي بعده، نجمع قبل ما نجمع الميتور بالاكونت ده، يكون مثلا هو نقص من حبة حلوين او حبة وحشين يعني، ما نعرفش برضه. الميتور هنا كتير جدا زي ما انتم شايفين اهو. ممكن تجمع بتاع 20 30 سكرول مثلا في اليوم لو انت معاك كذا اكونت كبير. زي ما انت شايفين الموضوع متعب. لو انت مش وورير او ويند ووكر، ويند ووكر كمان على الاقل على الاقل على الاقل فوت سوكت، لازم فوت سوكت، وكون الاتاك بتاعه تخطى 33000 على الاقل عشان يبقى كويس. انا اتاك هنا 38 وحاجة زفت، مش عارف ليه. على فكرة انا نزلت شرح قبل كده الايفنت ده اكتر من مرة، وكنت بلورير، فطبعا انت ممكن تشوف البلاي ليست بتاعه وانا بشتغل بنظام الورير، وشوف ازاي كان بيفشخ الوحوش بطريقة رهيبة. زي ما انتم شايفين كده موضوع متعب، الموضوع متعب. ممكن كمان يعني انت حظك تضرب في الوحوش الاندر وورلد شادو دي وتوقع لك مثلا في وحوش كده بتاخدها بواحد باربعة اللي هي الرقم القليلة دي، ممكن توقع لك دبهاية او جيماية سوبر، انت حظك يعني. انت على الاقل لو مثلا معاك ارشر، معاك ارشر مثلا وكنتش محتاج استونات، تمام ممكن تخليه يضرب في الوحوش اللي هنا، ممكن يقالك جيمات ويقالك دبهات ويقالك اي حاجة، توقع اي حاجة فيه، بس طبعا هتكون باوند مش هتكون عادية. على ما اتذكر انها كانت في مرة مش باوند، انا ما اتذكر كده، مش فاكر كانت امتى، كان من اول ايفنت نزل مثلا، بس لا مش عارف صراحة. زي ما انتم شايفين اهو الموضوع متعب يعني، انا بسيب مثلا الوحش ده يخلص فخره اهو، ده الوحوش اللي انا بتكلم عليها اللي هي بتاخدها بخمسات وتلاتات والكلام ده كله، ده ممكن يوقع لك جيمات، يوقع لك دبهات، يوقع لك مثلا تريننج بيل، يوقع لك واحد ميتر، يوقع لك غوازيق، يوقع لك اي حاجه. زي ما انت شايفين هنا اهو،
زي ما انتم شايفين كده، ادي كده هو اعلى الشباك ناخده. خدنا تريننج تالنت سبيشال اهو ميتور، نجمع الميتور. يعني الميتور هو اصلا كمان فايدة اساسية في الايفنت دي، هو التشي اللي انت بتاخده. طيب تمام كده، نروح حاطين هنا الميتور كده جوه، نرمي الاتش بي ديه. تمام، نروح بعد كده للمنطقة اللي بعديها. انا مخدتش كتير يعني عشان الايفنت لو مش وورير مش هتقدر تاخد اي حاجة عدلة، بكلم بجد يعني، ودي الحقيقة المرة الصراحة. تمام، نادي كده الاكونت التاني استجما، ونجيب بعد كده الاكس بي سكيل. الاكس بي سكيل يعني بيساعدك شوية انه بيقوي الضربة كمان. تمام، افضل اضرب كده، لا ده انا واقفها كده خلاص اهو. نقدر نضرب احنا بالنينجا. تمام، سبيشال تريننج بيل ناخده كده اهو، اهو كده احنا جمعنا اتشي وادي سبيشال تريننج بيل برضو. دي اللي هي الكور الخضراء، وممكن هنا برضو تجيلك كور حمراء على فكرة، اللي هي بتساعدك في التشينج وتخلص معاك بسرعة او تخلص معاك بسرعة. طيب هنا نضرب بسرعة كده في السريع، يعني نستغل موضوع السكيل في الضرب بسرعة عشان الميتر اصلا كده كده بيقعد فترة طويلة خالص في ال في الايفنت. انا هفكر ان هكمل موضوع نص ساعة دي مثلا شرح الايفنت، هنا اكملها لغاية ما اطلع برا كده فريتش يعني. اهو شايفين الوحوش اللي بتاخد بخمسة دي، الوحوش اللي بتاخد خمسة دي ممكن تجيلك مثلا منها كلوري جيم او فيفر تريننج بيل اللي هي الكور اللي بتساعدك في التشينج كمان. طيب بالنسبة للاندر وورلد ديفلز عموما في تلات مستويات، المستوى الاول والمستوى التاني والتالت، كل واحد حسب الجوائز بتاعته حسب الاستونات. يعني الاول ممكن تاخد من واحد لخمسة مثلا او من واحد لاربعة، التاني ممكن تاخد من اربعة لستة، والتالت بتاخد من مثلا من اربعة لستة مثلا او كده، او خمسة لستة على طول يعني، لا من واحد لستة برضه يعني. من ازاي هو الموضوع كله بيختلف في حاجة واحدة، ان انت بتاخد اتشي كتير يعني بيزود لك التشي اكتر. يعني مثلا بدل في الماب الاولى بتاخد مثلا بتاع عشرة ولا بتاع خمسة، في الماب التانية ممكن تاخدها عشرين بالمنظر ده. يعني زي ما شايفين فيور تريننج بيل هي بتاخدها باوند، اي حاجة هنا عموما بتاخدها باوند غير موضوع الميتور. تمام كده احنا جمعنا ميتور كتير جدا، بس بقى نبتدي ايه نرمي كده الحاجات دي عشان ملهاش لازمة عندي دلوقتي. يعني كنا نفضل بنك كده لأي حاجة قبل ما احنا نخش كده. انا جمعت مثلا ادي سكرول اتنين تلاتة، نشوف بعد اربعة تمام، نخلي بعد كده الوحش يضرب او نخليه يضرب لوحده بعد كده. افضي، انا بحاول افضي الساش عشان اقدر اجمع ميتر براحتي. نشوف بقى كده وحش تاني طلع ولا اي حاجة، اهو وحش كده التالت طلع، نفضل نضرب فيه. زي ما انتم شايفين الموضوع ممل اهو كده. احنا جمعنا ادي مثلا واحد، ادي مثلا اتنين تلاتة اتشباك، ادي اربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. يبقى عشرة بالوقعة دي يبقى خدنا خمسمية اتشباك. تمام، نجمع الميتر بعد كده. يعني دي مثلا قول بتاع سكرول هنا، كل وحش سكرول مثلا كده بيوقع اهو زي ما انتم شايفين بتاع سكرول لاي مثلا اهو. بس مش عارف يعني، هو عارفين لو موضوع سكرولات دي كان مثلا
بينزل سكرولات بدل ما بينزل مترو عادي كده، كان هيبقى احلى والله. زي ما انت شايفين اهو الوحش ده اللي بيضرب بخمسة ده، ممكن تحسبها ان يديك مثلا حاجة معفنة زي ما انت شايفين اهو. بحاول اجمع اكبر كمية متر عشان ممكن نشوف مثلا نطلع مثلا بست سبع سكرولات في النص ساعة دي. تمام عادي كده احنا جينا اهو، نفضل نضرب في الوحش، نفضل نضرب 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 كده على طول. صح انا نسيت الارمر عندي في 2 اس تي جي ريتروجيم عشان الديفنس، نسيت الموضوع ده بس هو كويس خالص. بس كده نروح مبطلين دي عشان نضرب اهو اوليف جيت فريجمنت ده بينفعك في الفاشن ديل، في ايفنت اسمه الفاشن ديل. الاتنين دول قبل كده كانوا نازلين مع بعض تمام، كان بيساعدك بطريقة روعة الصراحة. اهو ادي التشيباك زي ما انتم شايفين اهو، نجمع بعد كده الميتر ادي سكرولة تاني مثلا. يعني انا دلوقتي جمعت مثلا بتاع سبعة سكرولات او تمن سكرولات. زي ما انتم شايفين اهو تمام. نطلع بعد كده نشوف وحش رقم واحد اذا كان موجود ولا لا. الوحش مش موجود، ممكن نروح على الاف اتنين على طول كده نشوف اذا كان الاف اتنين موجود ولا لا. هو عموما فاضل لي بتاع 8 دقايق مثلا بيضرب، يبقى طبعا مش هيكون موجود هنا. هنحاول مثلا ندور على بتاع اف اربعة مثلا كده اهو، اف اربعة موجود. نرجع لك تاني، نرجع تاني ونفضل نضرب كده في الوحوش. اهو رجعنا لك تاني يا عم الحاج، وادي الوحش كمان بتاع واحد طلع. بس احنا عشان ننجز فانا هضرب في الوحش يعني في الوحش ده على طول بالاكونتين عشان اقدر انجز. تمام نقدر نضرب كده اهو. كده احنا بقى خدنا اوليف جيد ده اللي هو بتجمع منه 10 وتاخد حاجة اسمها اوليف جيد دي او اوليف او لايف، عموما يعني الاسم بتاعها مش ما يهمنيش. ده يساعدك ان انت تجمع في ايفنت الجرمانات، واحتمال كبير ان ايفنت الجرمانات ينزل الشهر ده كمان. الايفنت ده عموما هيقعد لغاية يوم 23 ان شاء الله، هيقعد لغاية يوم 23. الايفنت هو بتاع اندر وورلد، فعندك فرصة كبيرة جدا ان انت تجمع اتش يو وتجمع اي حاجة. يعني انت مثلا اهو مجمع مثلا نضرب كده مثلا اتش باك، مجمع كتير جدا الحمد لله يعني. عموما انت لو بيت الباور اقل من 300 مثلا عندك الاف واحد بتبقى الوحوش دمها قليل، فبتساعدك ان انت تنجز اسرع. ليجنت ريفينري باك ده هي بتديك من تقريبا 3 لـ5 ريفينري النجوم يعني. اهو نفضل نضرب كده يا جماعة، نفضل نضرب عموما. انا كده فضلت تقريبا بتاع 3 دقايق جوه بالاكونت النينجا. اهو ادي تشيباك اهو اهو كمان 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 كمان. انا مخدش كتير يعني من موضوع الاستونات والله، هو اصلا كل ما باخد اكتر كل ما بيبقى الحظ وحش معايا في موضوع الاستونات ده بجد يعني.
زي ما انت شايفين اهو، جمعنا الميتر ورجعت لكم تاني يا جماعة. معلش كنت بظبط كده. يا نهار ابيض، نزلت التسكيلة راحت كده. انا بتاع فاضل لي الحساب دقيقتين. ده موضوع المتر ده يكسبك جامد. بس طبعا انا عندي بنوك او ساش اتملى. تخيلين اتاك 39,000، لا قصدي 38,500، بيضرب الوحش بالرقم ده. اما كنت ورير على كده، يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض بجد. يعني كنت ورير والله، بس ما ينفعش انزل ورير الصراحه، لان موضوع السكلات انا فكستها موضوع ممل 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 بطريقه بنت كلب، ولا حتى بضرب فوق. يعني مين عارفين لو بضرب فوق كده كان خلصت الدم بسرعه، بس ما بضربش. بس انه عنده انتي فوق كمان، رير ريفاين جيم باك. وريني كده بقى، جلوري جيم، سندر جيم، الحاجات دي كلها ممكن تاخدها زي ما انا قلت لكم. عموما شنطة دراجون بول بتاعها لوحديها، لبسنا عليها كده ناخد غزو. اها سندر جيم ريفاين زي ما انت شايفين، سندر جيم ريفاين. هذا الوحش ده كمان طلع. على فكرة ممكن برضو، يعني انا مش عارف اعمل بيها ايه عموما، بس انا ممكن ابدلها. لا انا فتحت الشنطة، فتحتها مع الاسف، مش هينفع ابدلها دلوقتي. يلا حظ نحس. اهو ده ممكن كده يروح ايه ظارفني مثلا ميتر. نفضل على الحال دي. ايوه اهو اميونيتي ده كمان بيطلع مي، يعني والله العظيم الوحش اللي بيضرب اميونيتي هذا، عشان ما نطلعش على اسيس. يا اخي انت كفرتني. وحش رقم 3 طلع في المكان رقم 3. المنطقة التالتة والمنطقة التانية والمنطقة الأولى. يعني أنا تقريبا إذا حسبتها فضل لي بتاع 90، لأ أقل كمان، بتاع 50 ثانية وهطلع على طول. يعني راح حسبتها بالشكل ده، انه اصلا الفيديو دلوقتي 28 او 29 دقيقة بالظبط. فلو حسبناها نحنا ممكن ما نكملهاش. يعني المشكلة اصلا الوحش كمان بيضرب بصعوبة قوي. ايه ده، يعني ملل 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 والله. قبل كده اكتر من مرة كذا وحش كان الحتة الحمراء كان فاضل له مثلا هنا يروح مطلعني. يلا بسرعة كده اهو، قبل ما اطلع جمع اي حاجة بسرعة قبل ما اطلع كده. انا المفروض بقى فاضل لي كام ثانية، لا ثانية واحدة، انا بديت الفيديو اصلا قبل البتاع ده، يعني لسه فاضل لي كتير برضو. مش عارف صراحة، انا ما حسبتهاش كويس. تقريبا مش هيبقى في وقت ان انا اقدر اكمل
اي وحش تاني، فممكن نروح ناخد وحش مثلا بتاع مستوى 2 ولا اي حاجة. مش عارف الموضوع بيهنج ليه كده كتير. يعني ما ندمش كتير. وحوش يا اخي تحس ان مطلعش عليها رقم ابدا. ايوه انا عايز بتاع الاربعة ده. على فكرة انا احتمال كبير اطلع زي ما توقعت. طيب ادي كده ناخد من هنا اندر وورلد تريجر اللي هو 10 وحوش. خدنا مفتاح هيفن كي اللي بتاع بتاع دايل كويست، وادي بريد ستار ستون. طيب نجيب كده هنا اللي تشي باونت كده، نفضل نضغط كده. الماوس جيمنج هيسرع معاك جامد. انا شغال اخد اهو في 50 اتشي، في 50 اتشي على طول. تمام بعد كده نجرب بعد كده اهو ستار بلس واحد، ستار ده بلس واحد، تريننج بيل، هيروك ستون بلس اربعة، ستون بلس اتنين، ستون بلس اتنين، ستونتين بلس وان، ستونتين بلس وان، تاني بلس وان، بلس اتنين، بلس تلاتة، بلس وان، و بلس تلاتة. طيب سبيشال تريننج بيل زي ما انتم شايفين اهو كده الايفنت خلص يا جماعة. زي ما انتم شايفين الجوائز اهي. كان معكم اياد محمد من قناة وين وكونكر، يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. بعتذر لو كان في مثلا اي اخطاء او اي حاجه. الايفنت اصلا اتعاد واتشرح اكتر من مره، بس مش مشكله نشرحه تاني وتالت ورابع كمان ان شاء الله. الى اللقاء في مزيد من الشرحات القادمه ان شاء الله. لو مفيش اي حاجه مفهومه في الايفنت، ارجو ان انت تسيبها في كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله. الى اللقاء في مزيد من الشرحات القادمه ان شاء الله.